السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة السابعة من مادة تفاعل الإنسان والحاسوب، راح نكمل بيها المشروع اللي أخذناه سابقا بمحاضرات الاثنين السابقة وشرحنا عنها. اليوم إن شاء الله راح نكمل الجزء الأخير مالته. حتى نرجع نستذكر شنو المشروع، مثل ما ذكرنا انه هو عبارة عن برنامج راح نسويه بالسي شارب، راح يستخدم حتى يسوي لي كروب للإيمج ويعرض لي هذا المقطع اللي انا سويت له كروب. طبعا اخذنا نوعين من الكروب اللي راح يستغل هاي الإيمج، اللي هو اول طريقة الماوس سيلكشن، والطريقة الثانية هو انه انا دا احدد كوردينيتس عن طريق الاكس والواي واكتبها بالتكست بوكس، وراح اطبقها على البيكتشر بوكس اللي انا عارضه بيه الصوره. اول شيء راح يكون بالبروجكت اللي هو البروجكت انفورميشن، واللي هو مجرد انه انا من اضغط على المنيو ستريب على انفورميشن، فراح يطلع لي انفورميشن اباوت ذس بروجكت. طبعا هذه المعلومات احنا راح نكتبها بتكست بوكس، وهذا الشيء اخذناه بالمحاضره الاولى اللي تخص هذا المشروع. اما الجزء الاخر اللي هو شنو باستخدام الماوس الكوردينيتس حتى اسوي كروبينج للايمج، مجرد انه اني اضغط على الراديو بوتون هذا، وبعدين وراها راح اضغط على دان، بعدها راح اروح احدد بالماوس الابعاد مالتي. طبعا راح تنعرض هنا الارقام اللي يتم اختيارها بالماوس، يعني هي باي ديفولت. بعدها راح نضغط كروب، وبعدين راح تنعرض الصورة هنا. وين طبعا إذا أريد نخزن الصورة شو راح نضغط؟ نضغط سيف. الآن راح نتطرق للطريقة الأخرى اللي هي عن طريق شنو كتابة الكوردينيتس، فهي من اسمها مانوال. مانوال كوردينيتس يعني معناها إنه الإدخال راح يكون يدوي. زين، شنو راح يكون يدوي؟ أول شيء طبعاً لازم أحدد إنه أنا راح أختار المانوال كوردينيتس، وطبعاً هذا الراديو بوتون، وذكرنا أصلاً بالمحاضرة مالتنا الأولى اللي تخص هذا المشروع، قلنا إنه هذا راح يتحكم لي بالجروب بوكس اللي يتم تفعيله هنا. فمن أنا راح أضغط هذا الراديو بوتون، وبعدها راح أضغط دان، راح تتفعل لي هذا الجروب بوكس اللي بي مثل ما ذكرنا تكست بوكس وبي ليبلز. راح اكتب هنا الكوردينيتس اللي اريدها بهذه التكستات اللي هي الاكس ستارت واي ستارت واكس اند واي اند. بعدها راح اضغط كروب، راح يظهر لي طبعا هذا المستطيل اللي احنا قلنا هو داش ودوت، وهسه راح نشوف شلون حددنا الشكل مال الخط. بعدها راح تظهر الصوره ورا ما قلنا على كروب، راح تظهر الصوره هنا. وطبعا اذا اريد نسوي لها سيف راح نضغط هذا البوتون، وهسه راح نشوف شلون يعني راح نسوي سيف للصوره. مثل ما ذكرنا عندنا بوتون، اذا ضغطنا عليه شو راح يفيدني؟ راح يفيدني انه انا راح اضغط راح اخزن الصوره. فهي التارجت بيت ماب اللي احنا عرفناها من نوع بيت ماب، دوت السيف اللي احنا خزننا بيها طبعا التحديثات اللي نرسم بيها الصوره، يعني احنا مو قسمنا مستطيل على الصوره وخزناها بالتارجت بيت ماب بالمحاضره السابقه، وايضا هسه هم من هذه المحاضره راح نسويها. ايش راح نسمي الصوره؟ راح نسميها كروبت ايمج دوت بي ام بي. ليش بي ام بي؟ لان احنا الاستطاله ريتها دوت بي ام بي. زين شلون عرفت انه انا الاستطاله ما ريتها دوت بي ام بي؟ طبعا هاي حسب رغبه المبرمج، فاني الفورم اللي راح اكتبها هنا، الفورم اللي لازم اكتبها هنا لازم تتطابق ويا الاستطالة اللي أنا راح أكتبها بهذا الجزء. زين، نجي هسه راح نعرف إنه هذا الإعراز يتكون من شنو؟ من جزئين. الجزء الأول اللي هو يخص شنو؟ يخص اسم الصورة اللي راح أخزنها. زين الجزء الثاني شو راح يخص؟ راح يخص الفورمات اللي راح أخزن بها، يعني صيغة الاستطالة اللي راح تنخزن بها الصورة. وإحنا سابقا بالمحاضرة الأولى بهذا بالكورس الأول ذكرنا إنه أكو عدة استطالات عندنا للصور، اللي هي البي إم بي، جي بي جي، جي بي إي جي، جيف،
وغيرها من الاستطالات، وذكرنا انه شنو الفرق بيناتهم بالطريقة عن طريق الهيدر، وعن طريق المميزات ايضا السيستم كولرز اللي دي يستخدمها بالاضافة الى الدقة وغيرها من الاشياء، يعني حتى حجم الخزن مالتها. في هذا ذكرنا سابقا انه البيت ماب هو ابسط نوع من انواع خزن الصور، اللي هو شنو هو يكون يعتمد على الـ RGB اللي هي النظام الثلاثي للالوان الاساسية. زين، احنا هسه باي برنامج نشتغل عليه من نضغط شيء وراح يتنفذ شيء يطلع لي مسج تاكيد. فهنا احنا شو راح نسوي؟ راح نسوي نفذ مسج تاكيد بسيط انه اني مسج بوكس دوت شو كوربت ايمج سيفد، يعني انه انت هسه خزنت الصوره، يعني تنفذ الاعاده بدون مشاكل حتى نطمن اليوزر وحتى ناكد له على العمليه اللي صارت. نجي هسه شو راح نسوي؟ هسه راح نبلش بالسيف اذا اريد سوري بالكروب اذا اريد اضغط كروب، لكن باستخدام المانوال كوردينيت. اول شيء شو راح نسوي؟ راح نسوي بيكتشر بوكس دوت ريفرش. احنا ذكرنا سابقا شنو فائده الدوت ريفرش. الدوت ريفرش راح تسوي لي اعاده رسم للبيكتشر بوكس، يعني بما معناه انه راح تستدعي تلود الفورم البيكتشر الجديد اللي احنا استخدمناها الاوريجينال ايمج اللي استخدمناها ولودناها بالبيكتشر بوكس راح يرجع يلودها. هذا شو راح يؤدي؟ راح يؤدي الى حذف المستطيل اللي انا رسمته سابقا. يعني أنا مثلاً استخدمت الطريقة الأولى وما أريد أطلع من البرنامج، أريد مجرد إنه أنا أريد أظل بنفس البرنامج وأريد أنفذ مرة أخرى، فمجرد إنه أعطي هذا الإعراز راح يمسح لي شكل مستطيل أنا رسمته، أو مثلاً أنا انطيت أبعاد مانوال وهذه الأبعاد ما كانت بالطريقة بالمكان اللي أنا يعني أريده وأريد أحدث عليها، فمجرد بس أضغط على البوتون مرة ثانية هو راح يعني يمسح القديم وراح يرسم جديد. شلون مكنته بأن يمسح القديم؟ عن طريق هذا الإعراز اللي هو مثل ما قلنا إنه هو راح يسوي لي ريفرش للبيكتشر بوكس، مما يؤدي إلى إعادة تحميل الصورة الأصلية، مما يؤدي إلى إعادة تحميل الصورة الأصلية اللي هي بدون أي خطوط وبدون أي إضافات أخرى. فلهذا راح أرجع أبدي أشتغل من النقطة الأولية، يعني أمسح المستطيل اللي أنا رسمته على متحدد بأبعاد الكروب. زين نجي التارجت بيت ماب، همين عرفناها إنه هي من نوع بيت ماب وهي بيكتشر بوكس دوت الكلاينت سايز، يعني أخذ السايز ما تكمل البيكتشر بوكس الويث واخذ الهايت. يعني هسه حددنا الطول والعرض مال البيت ماب مال البيكتشر بوكس الثاني وخزناها وين؟ بالتارجت بيت ماب. اذا تلاحظون احنا هنا شو استخدمنا سابقا؟ استخدمنا ايضا التارجت بيت ماب. ليش قلت لكم؟ لان احنا بالبوتن الاول اللي هو باستخدام الماوس كوردينيتس همين سوينا تارجت بيت ماب بهذه الطريقه وعرفناها ايضا وطيناها الابعاد ايضا واشتغلنا عليها. نفس الوضع هسه هنا بالطريقه الثانيه، همين عرفنا تارجت بيت ماب وهمين خزننا الابعاد مالتها وعرفناها وحجزنا لها بالذاكره هيدر من نوع بيت ماب، حتى من اريد اشتغل انا عرفت الستركتشر اللي اريد اشتغل عليه، يعني حجزنا لها موقع بالذاكره. زين السورس بيت ماب، السورس بيت ماب ايضا هو بيت ماب بيكتشر، يعني ايضا همين ستراكشر بيت ماب، وايضا اعطيته الايمج اللي موجوده بالبيكتشر بوكس الاول، الايمج الموجوده بالبيكتشر بوكس الاول، وطيناه الطول والعرض مال منه مال البيكتشر بوكس الاول. يعني لو وكانه انا خزنت الصوره وخزنت ابعادها وين؟ بالسورس بيت ماب، بالسورس بيت ماب. زين هسه نجي بما انه اني شو راح اتعامل؟ راح اتعامل ويا رسم دايركت وين؟ على الصوره. فراح اعرف طبعا احنا نحتاج شنو؟ نحتاج الكلاس اللي اسمه شنو هو؟ اسمه جرافيكس. فمجرد اني راح اعرف جي من نوع جرافيكس، وطبعا احنا هذا قبل مستخدمي بالمشاريع السابقه، اعرف جي من نوع جرافيكس، وبعدين وراها شو اقول له؟ جرافيكس دوت فروم ايمج، اخذ التارجت بيت ماب انت راح تشتغل عليها. تارجت بيت ماب انت راح تشتغل عليها، الجرافيكس يعني راح يتعامل وياها كرسوم. زين هسه شو راح نسوي؟ انتربوليشن مود. انتربوليشن مود اللي هو شنو هو؟ اللي هو هاي كواليتي، يعني شو راح يستخدم؟ حتى يبدي يحدد الكيوبك اللي انا راح اسوي باي كيوبك اللي انا راح اسوي شنو هو؟
حتى أقتطع بي. والبيكسل أوفسيت اللي هو شنو؟ اللي هو الأماكن اللي أنا دا أشتغل عليها مع البيكسلز، حتى نعرف إنه إحنا شنو دا نشتغل على الأشياء الخاصة بالبيكسلز. زين، شنو نوعها؟ نوعها هاي كواليتي. إذا تلاحظون هسه كلهن طبعاً راح نشتغلهن هاي كواليتي. زين، الكومبوزيشن كواليتي، كومبوزيتنج كواليتي، شنو همين؟ همين نوع هاي كواليتي. ليش؟ حتى نحافظ على دقة الصورة وما نتلاعب بيها. زين، بعد ما عرفت الأشياء الخاصة بالجرافيكس، زين هسه شو أقول له؟ أقول له إذا الميثود مالتك هي ماوس، فأنت شو راح تسوي؟ تسوي لي الدرو إيمج السورس بيت ماب، وهنا ريكتانجل يبدي بالصفر صفر، وراح ياخذ طبعا الكلاينت سايز مال الويدث والكلاينت سايز مال الهايت. وبعدين ما راح شو راح يسوي؟ راح يسوي كروب اريا اللي هي الريكتانجل كروب اريا، وبعدين وراها البكسل جرافيكس يونت اللي هي البكسلز. راح يعتمد على البكسلز بالاقتطاع. زين، اذا البيكتشر بوكس 2 لا يساوي نل، اذا كانت البيكتشر بوكس 2 لا يساوي نل، اريدك تمسح لي شكو موجود بالبيكتشر بوكس. اريدك شنو؟ تمسح لي شكو موجود بالبيكتشر بوكس، لان انا احتمال اعرض الصوره قبل اني قمت باقتطاعها، فاريد افرغها حتى اعرض التارجت الجديده، التارجت بيت ماب الجديده. اريد اعرضها وين؟ اريد اعرضها بالبيكتشر بوكس. زين، هذا الشيء راح يمنعني اذا انا عندي شيء سابق مخزون اصلا داخل البيكتشر بوكس. فلهذا قلت له اذا كان ما يساوي نول، يعني اكو صوره معروضه اريدك تسوي لي اياها ديسبوز، يعني معناها امسحها. زين، اذا كانت الميثود مالتنا هي المانوال، احنا سابقا ذكرنا انه اني اذا كانت عندي ماوس، اذا الاحداثيات بالماوس، اريدك تاخذ لي الريكتانجل اريا اللي احنا سابقا بالمحاضره الثانيه حددنا الابعاد مالته عن طريق حركات الماوس، اللي هي الماوس اب، ماوس موف، وماوس داون، والبيكتشر بوكس بينت. هاي كلها احنا حددناها وين؟ حددناها بالمحاضرة، يعني حكينا بالمحاضرة السابقة. فمجرد انه انا قلت له اذا انت ضغطت على لقيت انه الميثود مالتنا هي ماوس، استخدم الطريقة الأولى. أما إذا كانت مانوال، فإحنا راح نعرف X1 X2 Y1 Y2، وكأنه هذه start وهاي start وهاي end. ال X2 هي end وال Y2 هي end. زين، شو راح يسوي؟ راح يحول لي الارقام اللي موجوده بالتكست بوكس الى شنو؟ راح يحول اياها هاي الى انتجر. طبعا هنا هذه الداله اللي هو مجرد عمليه تحويل، والاعاز اللي بعدها ايضا هو مجرد عمليه تحويل السترنج اللي موجود عندنا بالتكست بوكس الى شنو؟ الى رقم. يعني راح تلاحظون هنا عندنا اوت. الاوت شنو وظيفتها؟ الاوت انه راح تطلع لي هذا الواي 2، يعني المخرج مالتنا مال هذه الاعازات كلها هو هذا العمود. هذا العمود هو المخرج مالتنا. ليش؟ ان انا مجرد يعني وكانه انا دا اقول له x1 يساوي انتجر للتكست بوكس اللي موجود. يعني انا دا اخذ قيمه الانتجر مالته بس دا احوله الى انتجر 32، لان الارقام ما نعرف ايش قد راح تجينا، فالى انتجر 32 دا احوله واطلع هنا الاوت. فاحنا نعرف كل كلمه اوت يعني معناها هي مخرج، يعني نعرف ان المخرج مال هذا الميثود، المخرج مالتها هي هذا العمود مثل ما ذكرنا سابقا، واللي هي راح يفيدني بالابعاد مال الرسمه والريكتانجل اللي يخص الكروب مال هذه الصوره. زين، تذكرون بالمحاضرة السابقة ايش قلنا؟ قلنا إذا أني أصلاً المستطيل مالتي أريد أحدد له المنطقة مالته، وكانت الأبعاد مثلاً الـ X1 أصغر من الـ X2 أو الـ X1 أكبر من الـ X2، زين أنا شو راح أطرح الأبعاد حتى أحدد مساحة المستطيل على مود أبدي أحدد نقطة البداية وأرسم؟ مثل ما لاحظتوا قبل بالإعاز مال الماوس، إحنا نطينا الصفر صفر وطينا المساحة اللي أنا راح أرسمها. يعني أنا حددت بالبداية نقطة الانطلاق ورسمت، أوكي؟ زين هسه أنا شلون راح أشتغل؟ هنا نفس الشيء،
رح أبدي أشيك إذا كان الـ X1 أصغر من الـ X2 والـ Y1 أصغر من الـ Y2. لاحظ هنا AND، يعني الشرط مالتنا لازم يتحقق، الـ AND لازم يتحقق. زين ريكتانجل ايريا شو راح يكون؟ راح يكون نيو ريكتانجل، يعني انا عرفت كلاس اللي هو ريكتانجل ايش قلت له؟ قلت له x1 y1 والاحداثيات البقيه سوي لي الاكس 2 ناقص اكس 1 والواي 2 ناقص واي 1. زين لا، في حاله انه انا عندي لا مو اكس 1 اصغر من اكس 2 وانما عندي اكس 2 اصغر من اكس 1 والواي 2 أكبر من y1، أوكي؟ يعني وكأنه هذا الشرط هو نفس هذا، هذا نفس هذا، لكن هنا الفرق صار عندي اختلاف، أوكي؟ شو راح يصير عندي؟ راح أسوي x1 ناقص x2 مثل y2، أبقيها ناقص y1، مجرد تلاعب بالأحداثيات حتى ما يطلع عندي رقم بالسالب ويكون الرسم مالتي مشوه. زين في حالة لا، إذا عندي الـ X2 هي نفس الـ هي أكبر من X1 لكن الـ Y2 هي أصغر من Y1، إيش راح يصير؟ هاي الحالة اللي هي هاي هنا راح تلاحظون هذه هي نفسها هذه، لكن الاختلاف وين صار عندي؟ صار عندي هنا بهذا وبهذا. ليش؟ لأن عندي هاي العملية هي هاي المقارنة هي اللي تغيرت. زين بعد عندي آخر احتمال اللي هو راح نعتمده بدون كتابة شرط، اللي هو شنو؟ الـ X1 ناقص X2 والـ Y1 ناقص Y2، يعني بالحالتين هي الـ X1 والـ Y1 هم أكبر من الـ X2 والـ Y2. زين هسه بعد ما حددنا المساحة اللي راح نقطعها شو راح نسوي؟ قلنا راح نسوي Picture Box 1.Refresh، نأكد إنه إحنا نمسح الرسوم المستطيل اللي أنا رسمته. ليش؟ لأن احتمال أني ضغطت عليه ورسم، فأأكد على هذا الموضوع إنه أني دا أمسح الـ Picture Box 1.Refresh. نجي هسه شو راح يصير؟ مجرد انه انا راح اعطيه اعاز الرسم. شلون اعطيه اعاز الرسم؟ راح اقول له draw image source الصوره الرئيسيه ونيو ريكتانجل نفس الاعاز مال الماوس، لكن هنا راح نخلي به الاحداثيات يعني الناتجه من هاي الاف، هاي الاف السابقه الاف else، يعني مجرد الفرق بالإعازة بالأرقام راح ناخذها من الشروط السابقة اللي تتحقق في حالة كانت الاختيار من الميثود هو المانوال. زين يعني انه احنا قلنا الجرافيكس يونت هي البكسل، وقلنا الكلاينت سايز هو الهايت اخذه، والويدث همين اخذه، العرض والطول مال الصورة حسب الحجم اللي معروض على عند اليوزر، وحددنا قلنا هذه المساحة شنية، وقلنا الجرافيكس يونت هي شنية البكسل اللي احنا نتعامل وياها. زين في حالة انه كانت لا تساوي نل مثل ما سوينا سابقا، انه كانت اكو صورة موجودة، نحذف الصورة ونعرض الصورة اللي سويناها هسه رسمناها ونقول picture box dot visible to. ليش؟ لان احنا اول ما عرضنا الفورم البكتشر بوكس الثاني اللي هي الكروبت ايمج ما معروضة، فمجرد اقول له تروح حتى يعرض لي اياها، لان انا اذا شغلت الكود ماتي واني بعدي ما قايلت له الفيزيبل تو واني مسويت له اصلا اخفاء بالديزاين مال الفورم، حتى لو شغلي صحيح ما راح ينعرض لليوزر. بعدها راح ننهي التنفيذ. طبعا لهنا خلص المشروع مالتنا. اللي راح يكون عندكم ان شاء الله راح يكون من هذا البروجكت اكو هوموركين. الهوموركين الاول هو اريد ترفقوا لي صور تنفيذ الكروب عن طريق الماوس، اما الهوموركين الثاني راح يكون هو الكروب تسووا لي عن طريق الكوردينيتس مالتكم.
طبعا كل طالبة أكيد رح تسلم التنفيذ مال الهومورك روحتها، وراح يكون أكو بوستات إلكم اللي رح ترفقولي بيها الصور مال التنفيذ. شو رح ترفقون صور التنفيذ؟ هي مجرد من تنفذون بالحاسبة مالتكم تاخذولي برنت سكرين. برنت سكرين موجودة، هي فد كوماند موجود بداخل البكتشر بداخل الكيبورد، فبس مجرد تسوي برنت سكرين وتخزنون لي اياها بملف وورد، تكتبون اسمكم الثلاثي وتكتبون لي المرحله وتكتبون انه هذا الهوم ورك الاول او الهوم ورك الثاني، يعني تسوون بيست للصوره وتخزنون لي اياها بي دي اف وترسلوا لي اياه بالهوم ورك الاول. هذا شنو؟ هذا عن طريق الماوس كروب. اما المانوال كروب فهو الهوم ورك الثاني، همين اريد الصورة مال التنفيذ او صورتين او ثلاثة، لا تظنون تنفذون اكثر من صورة تجربون، وترفقوا لي اياها همين بملف بي دي اف وتدزوا لي اياها على مود نخلي درجات مال الهوم وركين عن طريق تنفيذ هذا المشروع ان شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا لهنا احنا خلصنا المحاضرة اللي هي الجزء الاخير من هذا المشروع، ان شاء الله تكونون فهمتوا المشروع. هذا هو لطيف وبه فائدة، يعني نقدر احنا نتعامل ويا الاشياء اللي نشوفها بالموبايل او باللابتوب من نسوي كروب للايمج. احنا برمجنا هذا الشيء بدينا وشفنا شلون تأثير هذا الاقتطاع من الصورة بين احنا دنبرمجه، ويعني كان فتشي لطيف، اتوقع حتى انتو حبيتوه، وهذا عن طريق تعليقاتكم الصراحة وتفاعلكم بالمادة. فان شاء الله اي سؤال اي استفسار اكيد انا موجودة بالكلاس روم همين بالتليجرام. اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لحسن استماعكم.